عودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا، حيث وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة في الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة القاهرة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، أخذا في الاعتبار الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية مع ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات والمواطنين. جاء ذلك خلال تفقده الأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التي تربط بين شرق القاهرة وغربها. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التي تربط بين شرق القاهرة وغربها، والتي تأتي في إطار المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس وجه بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة في الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة القاهرة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، أخذا في الاعتبار الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية. سيادة الفندم، مشرفنا النهاردة في مشروع امتداد محور جوزيف تيتو. المحور ده فندم استكمال لمرحلة تطوير المحور جوزيف تيتو اللي بدأناه من تقاطع مع شارع عبد الحميد بدوي حتى أسفل كوبري الحرفيين بطول 6 كيلومتر بعرض 7 حارة مرورية لكل اتجاه، بيربط من مناطق مصر الجديدة أسفل كوبري الحرفيين منه على محور جسر السويس. سيادتك أمرت يا فندم بتوجيهات سيادتك إن احنا نبدأ نطور الجزء من أسفل كوبري الحرفيين حتى تقاطعه مع محور الدائري ليصبح إجمالي عدد حارات 10 حارة مرورية بواقع 5 حارة مرورية لكل اتجاه، بالإضافة إن احنا عملنا 400 متر طريق خدمة لمنطقة المصانع والورش اللي في بداية المشروع من أسفل كوبري الحرفيين. سيادتك فندم الجزء ده من أهم الأجزاء اللي تم بعد توجيهات سيادتك إن احنا نطورها، لأن بالجزء ده فندم احنا كده ربطنا خلقنا محور جديد بطول حوالي 35 كيلومتر بيربط فندم سيادتك بدايته من الدائر الأوسطي وبينتهي فندم بورورة بعدل منصور، بينتهي على محور الفريق العصار منه على محور شبرا بنها أو باستخدام شارع بورسعيد ومنه على محور تحيا مصر. سيادتك فندم بدايته من الدائري الأوسطي. سيادتك بيربط عند منطقة الشروق، بياخد كل القادمين من مناطق مدينتي العاصمة الإدارية، طرق القادمين من وجه من مدن القناة، مستخدمين للدائري الأوسطي، المتجهين لمناطق شمال القاهرة وغرب القاهرة في منطقة السواح والأمرية، مرورا من الدائري الأوسطي مرورا بقاعدة المشير حسين طنطاوي. بيربط أول حاجة فندم على محور بيقابلني، أول ربط بيربطه على محور الفريق سعد الشاذلي، منه فندم بيربط على مناطق الإسماعيلية القادم من الإسماعيلية على مناطق العبور وبالبيس. بعد ده سعد الشاذلي فندم بيتم تقاطعه مع الطريق الدائري، وأقدر أخد في تقاطع الطريق الدائري أقدر أتجه في اتجاه الطريق الزراعي اسكندرية الزراعي أو أتجه في اتجاه المعادي والأهرامات. بعد كده فندم في الجزء اللي سيادتك مشرفنا فيه بنوصل اسفل كوبري الحرفيين، ودي من اهم نقط الربط اللي موجوده على المحور، لانها فندم في النقطه دي بالظبط انا ربطت على اكتر من محور واكتر من بديل لحريه المواطنين، سواء ربطت على جسر السويس فندم لمناطق السلام والحرفيين، او سيادتك استخدمت المرحله الاولى اللي هي جوزيف تيتو اربط بيها على مناطق مصر الجديده وشيراتون ومطار القاهره، او سيادتك استخدمت محور عدلي منصور. وفي محور عدلي منصور يا فندم انا عندي هنا اكبر محطه تبادليه هتبقى موجوده، ودي اللي بنطور حواليها طرق المنطقه كلها بالكامل، لانها هتبقى شامله اكتر من حركه المواطنين واكتر من وسيله نقل في محطه النقل التبادليه لمحور المستشار عدلي منصور. سيادتك استخدام المحور المستشار عدلي منصور بوصل بيه المناطق يا فندم الـ40 ومناطق المرج ومناطق السلام داخل المحور، ومنه يا فندم بتقاطع مع الطريق مع مترو عين شمس ومناطق عين شمس، ومنه بخرج على محور فريق عصار او باجي يا فندم باستخدام شارع بورسعيد واطلع منه على محور تحيا مصر. في المحور ده سيادتك يا فندم شرفتنا دلوقتي يا فندم بزياره برضه يا فندم شارع عمر المختار اللي هو شارع مهم جدا يا فندم ان احنا حررنا فيه الحركه، ان هو بيستخدم المنطقه دي برضه يا فندم ان انا اربط المحور اللي انا شغال فيه دلوقتي بيربط بمناطق السواح والاميريه، والمناطق دي كلها بالكامل يا فندم كانت منطقه صعوبه جدا لحركه المواطنين عشان يتحرك من المنطقه دي يا فندم، كان عشان يستخدم طريق اسماعيليه
او طريق السويس كان بيلجأ فندم ان هو بيطلع مثلا حلوله التقليديه اللي هو يطلع على صلاح سالم او الاوتوستراد، وده كان بياخد وقت طويل جدا يا فندم. دلوقتي يا فندم مناطق السواح والاماريه والقبه لو استخدموا شارع عمر المختار ومنه على المحور بتاعنا فندم يقدروا يوصلوا في توقيت تقريبا يوفر حوالي 75% من التوقيت اللي كان بيستخدمه في زمن الرحله القديمه. الشارع عمر المختار ده فندم طوله تقريبا حوالي 3 كيلومتر، بيربط بين المستشار عدل منصور، محور المستشار عدل منصور وشارع السواح، مرورا بالفريق العصار، مرورا بشارع الترولي، مرورا بشارع الكابلات، ومنه على شارع بورسعيد، ومنه على محور تحيا مصر. ده بالنسبه فندم لشارع عمر مختار، وتم عمل فيها فندم اثنين عمل صناعي كوبري سيارات للتقاطع عشان يبقى فيش تقاطعات فيه، كله يبقى كله حرس. التقاطع الاول مع شارع الترولي والتقاطع الثاني يا فندم في شارع الكابلات امام حي الاميريه. ده سرعه انا كنت جاي دلوقتي من المحور عدل منصور والعصار والمنطقه بتاعت المرج والمطريه وكده، شوف ايه اللي احنا نقدر نوسع بيه على الناس في المناطق دي. تمام سيادتك بندر. نوسع بيه يعني، لان حتى اللي احنا عملناه لغايه دلوقتي ما زالت الكتله اللي موجوده كتله ضخمه جدا. تمام. وحركتها تصور محتاجه ان احنا نساعد فيه اكتر من كده. تمام سيادتك بندر. جميع الاحوال احنا هنعوض الناس. تمام يا فندم. طيب ايه تاني؟ سيادتك فندم بناء على تعليمات سيادتك برضه فندم، سيادتك بتقول على موضوع الكتله، سيادتك الخطوط باللون الازرق دي يا فندم دي سيادتك كلها المرحله اللي سيادتك صدقت عليها ان احنا نبدا نشتغل في المنطقه دي بالفعل يا فندم، جنوب الدائري في المنطقه بتاعه المرج وعزبه النخل. ودي سيادتك فندم احنا بالفعل بدانا دلوقتي فندم حصر المرافق فيها، وبنقوم باعمال الاعمال الصناعيه وبننسق مع كل جهاز اجهزه الدوله في نقل وحمايه المرافق. ودي سيادتك فندم سيادتك لو شفناها دلوقتي فندم باذن سيادتك يعني دي خلق فرص كتير للحركه، وبتخلق الحركه اللي هي في التكتلات السكنيه الكبيره قوي، منها فندم شارع مثلا شارع مؤسسه الزكاه، ده سيادتك فندم شارع كبير جدا بيوصل من الدائري وبيوصل يا فندم ان هو كان بيربط عندي في الاخر على محطه المترو على شارع اسمه ترعه الجبل. سيادتك الشارع ده دلوقتي يا فندم هيتم تطويره بالكامل، وهنربطه يا فندم على محور الخصوص اللي سيادتك احنا شغالين فيه دلوقتي برضه، اللي هو بقى محور جديد هيربط مع الدائري بالتنسيق مع وزاره النقل يا فندم، وده جري العمل فيها يا فندم ونسبه التنفيذ فيه تقريبا 85%، وده اللي بيربط برضه يا فندم بالمحور اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو محور جوزيف تيتو وعدل منصور مع الخصوص، ويبقى عندي اكتر بديل من الدائري. احسن سيادتك يا فندم، سيادتك شرفتنا يا فندم في زياره يوم 3/12/2021 قبل 3 شهور يا فندم، وسيادتك كنا بنتكلم في محور لطف الفيا النادي ان سيادتك الاعمال الصناعيه اللي اتعملت على الدائري في الفتره دي اعمال صناعيه كتيره جدا، وكانت دي بتخلي التعدد الحركه بتسهل الناس المواطنين الحركه. سيادتك فندم احنا كنا واحنا يوميا كنا موجودين كنا احنا بنتكلم ان احنا عملنا 8 عمل صناعي، سيادتك النهارده بقوا 9 بعد سيادتك في زياره محور المهندس صباح الله الكفراوي، بقى عندي 9 اعمال صناعيه جديده يا فندم بعد 3 شهور من الزياره اللي سيادتك شرفتنا فيها. الاعمال دي يا فندم على سبيل الحصر سبيل المثال بقى وليس الحصر، عندي يا فندم التقاطعات هي بقت 15 عمل صناعي، 9 عمل جديد قول 15 كوبري 15 15 كوبري ونفق يا فندم بتاع متعدده ما بين كوبري ونفق. التسع اعمال جديده خالص يا فندم، عندي 3 اعمال اللي هو باللون الازرق ده يا فندم دول تم تجديدهم وتطويرهم، وعندي 3 كانوا على الوضع القديم بتاعهم يا فندم. التقاطع الاول يا فندم مثلا تقاطع طريق بالبيس مع طريق الدائري، وده حرر الحركه خالص تماما فندم في منطقه الموقف العاشر، ودي سيادتك فندم بيقلع الحركه كلها بالكاد من القادمين من مدينه الاسماعيليه او من مناطق بالبيس والعبور الى مناطق جسر السويس ومنها الى الدائره يا فندم. كوبري جوزيف تيتو اللي سيادتك مشرفنا فيه ده اعلى الدايره فندم، ده بيجيب مناطق اللي جايه من الدايره الاوسطي كله بالكامل، مناطق القاهره شرق القاهره كله بالكامل، بيجي على مناطق فندم وسط البلد وعلى مناطق مصر الجديده وشيراتون والكلام والمطار. كوبري قاعده المشير طنطاوي فندم، وده كوبري بيستخدم دلوقتي الدوران وبيستخدم داخل قاعده المشير طنطاوي الى الدايره الاوسطي. محور لطفيه النادي يا فندم، وده محور بيربط مناطق الشيراتون ومدينه نصر ومصر الجديده بمناطق التجمعات كلها بالكامل يا فندم، طريق السويس منه على العاصمه الاداريه، منه على الدائري الاوسطي ومنه على الدائري الاقليمي. دائري تقاطع السويس نفس الوظيفه يا فندم، قريبه منه نفس الوظيفه، بس ده فندم بيسهل بيخلي يخفف الحركه شويه عن طريق الاربعه ونص او طريق السويس، وبيبدل بيبقى عندي بديل ثاني للحركه. كوبري تقاطع سمير غانم يا فندم برضه بيبدل بياخد الحركه من مناطق التجمعات بينقلها لي داخل يا فندم، بيربط على محور شينزو ابي ومنه يا فندم على الاسمرات والمقطم والدائري في اتجاه المعادي. بريال صالح فندم بيربط زهراء مدينه نصر ومدينه نصر بالكامل الى التجمعات كلها بالكامل يا فندم. المشير طنطاوي زي ما هو موجود يا فندم، ده اللي رابط ما بين التجمع والتجمعات والمحور الشهيد ومنه يا فندم على جهان السادات وعلى مناطق وسط البلد. كده احنا عملنا 9 محاور. 9 محاور بالاضافه ان كان موجود 6 فندم قبل كده، فعندي دلوقتي 15 محور في مسافه يا فندم من تقاطع اسماعيليه الصحراوي مع الدائري الى تقاطع
كوبري الحضارات مع الدائري في مسافه 35 كيلومتر. فبقى عندي يا فندم دلوقتي حريه للحركه من اكتر من مكان واكتر من اتجاه، وبقى المواطن دلوقتي يا فندم عنده اكتر من طريق ان هو يتحرك فيهم، وبيخفف على المحاور اللي كانت في جوه القاهره اللي عجزت عن انها كانت تشيل المرور الكثافه المروريه دي. شكرا يا رب. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تفقد أيضاً استكمال الأعمال الإنشائية في محور شينزو آبي، والذي يساهم في نقل الحركة المرورية من محور الشهيد حتى العاصمة الإدارية الجديدة، مروراً بطريق السويس والطريق الدائري، وذلك بطول 15 كيلومتر وبواقع 5 حارات مرورية في كل اتجاه. سيادتك، شرفنا هنا فندم أعلى كوبري تقاطع محور شينزو آبي مع طريق تحيا مصر. محور شينزو آبي يا فندم بطول 15 كيلو متر، بيبدأ من تقاطعه مع محور الشهيد لنقل الحركة المرورية داخل مناطق مدينة نصر ثم مدينة الأمل، ثم موازيا للطريق السويس، ثم عبورا للطريق الدائري داخل القاهرة الجديدة، ووصولا عبر طريق محور السادات حتى العاصمة الإدارية الجديدة. سيادتك، صدقت يا فندم لتحرير الحركة المرورية على المحور ده يا فندم ب 18 عمل صناعي، 10 كوبري، 5 نفق، 3 كوبري مشاة. بيبدا الكوبري الاولاني يا فندم في تقاطعه مع محور الشهيد، الكوبري ده جاري العمل فيه ان شاء الله يا فندم، بيخلص في خلال شهر 4. الكوبري الثاني تم الانتهاء منه في تقاطعه مع حسن المأمون، الكوبري الثالث في تقاطعه مع محور الميثاق، الكوبري الرابع في تقاطعه مع شارع مصطفى النحات. كوبري على مدينة الأمل ده كان تحدي كبير جدا يا فندم، لأنه الكوبري بطول 1.8 كيلو متر بيعبر مدينة الأمل، ولإتاحت الحركة وسهولة للمواطنين استقمرت إن احنا نخلق طريق سطحي تحت الكوبري، فكان التحدي إن احنا نعمل نظام الكوبري بنظام العمود الواحد يمكن وصل لقطره 2.5 متر وارتفاع 17 ل 18 متر عشان نقدر نوفر طريق سطحي ونحول مدينة الأمل من مدينة مصمتة لمدينة يسهل الدخول والخروج فيها، غير التحديات اللي كانت موجودة يا فندم عبر أبراج الضغط العالي والمرافق اللي تم تحويلها. الكوبري يا فندم بعد كده نزلنا عند موازيا لطريق السويس، نزلنا للكوبري مدخل جردنيا اللي هو 480 متر، وده جاري العمل فيه يا فندم عشان ستك، وده إن شاء الله يخلص في خلال 15 يوم. الكوبري اللي ستك بيشرفنا فيه هنا يا فندم بطول 520 متر، 3 حارة مرورية كل اتجاه، ثم استكمالا موازيا لطريق السويس عبر 5 انفاق لخدمه ارض مدينه نصر، ثم عبورا للطريق الدائري من طريق كوبري الفنان سمير غالب، وندخل القاهره الجديده استكمالا ووصولا حتى العاصمه الاداريه. كده فندم يبقى حققنا محور جديد داخل القاهره يقلل حجم الحركه على المحاور القديمه الطريق الدائري في طريق مصر السويس، وبيقلل استهلاك الوقود والحفاظ على البيئه. بدانا بالفعل يا فندم في التوسعه زي ما سيادتك شايف كده، وابتدينا ناخد المخرج، وان شاء الله استكمالا ان هنا عشان في موضوع مرافق فبنبدا هناخد السطح اللي داخل، يعني انا دلوقتي بدينا السطح اللي خارج، وان شاء الله يا فندم نبدا السطح اللي داخل. تمام، بس معلش اللي جاي من هنا وعايز يخش يمين كده سواء تمام. داخل الكوبري او داخل سطحي اديني هنا ما تخليهاش 5 تمام، خليها 7، خليها اوامر، خليها الارض فاضيه اهي اوامر مش كده. حاجه تاني؟ شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شرف.